انطلاق الحملة الانتخابية في إسبانيا وسط استطلاعات للرأي ترجح فوز الحزب الشعبي المعارض بقيادة ماريانو راخوي على منافسه ألفريدو روبالكابا الذي رشحه الحزب الاشتراكي الحاكم لتمثيله في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 20 من الشهر الجاري. إسبانيا لديها مشكلة كبيرة وهي بطالة الشباب، ولا يمكننا أن ننتظر تحقيق نمو اقتصادي لخلق المزيد من فرص العمل، فهذه مهمة الدولة. روبالكابا يقود معركة الحزب الاشتراكي بعد أن قرر رئيس الوزراء خوسيه زاباتيرو التخلي عن قيادة الحزب بعد حكم البلاد لفترتين متتاليتين دامت كل منهما 4 أعوام. ما يتعين علينا القيام به هو أن نختار بين الاستمرار في المسار ذاته فتزداد الأمور سوءا، أو أن نبحث عن حلول جديدة تنير لنا النفق المظلم. الحلول الجديدة يراها راخوي في تحجيم البيروقراطية الحكومية لخفض النفقات ومنح تسهيلات ضريبية للشركات والادخار بهدف تنشيط الاقتصاد.